يا استاذ سامي، احكي لنا موضوع مليحه. مليحه شايف العمل ده ازاي؟ لما جالك، لما قريته، شفته ازاي؟ والله هو انا اترشحت في البدايه، من بدايه تحضير العمل تم ترشيحي في الدور من خلال الاستاذ عمرو عرفه مخرج العمل، مخرج الكبير. طب. وبعدين انا كان وقتها ظروفي كانت ملخبطه شويه، وكان عندي اكتر من عام، بس ما كانش عندي فكره ايه هو الموضوع بالظبط، يعني الموضوع ازاي وايه وعن ايه وبيتكلم عن ايه. فاللي حصل ان انا يمكن يعني ما اديتهمش عقد نافع، او هم توتروا من عدم الرد لسه، من عدم الرد بتاع، لكن فضلت في ذهن الاستاذ عمرو عرفه كان مصمم ان انا بالتحديد اللي اعمل الشخصيه دي. بس مرت الايام بقى، وبعدين دخل علينا رمضان، وقاعد بتفرج على تمثيلية اسمها نعمل أفوكاتو، إخراج الأستاذ محمد سامي وأختنا وبنتنا مي عمر بطولتها، نجوم عديدة جدا. المسلسل ده من المسلسلات اللي حققت نجاح كبير لدى المشاهد المصري. ففجأة لقيت الإنتاج بيكلمني، تمام، فقالوا لي أنت مش ناوي بقى؟ قلت لهم ناوي على إيه؟ قالوا لي تيجي تعمل معانا المسلسل مليحة. و مصرين عليك، تمام، خلاص كده. قلت له ايه مسلسل مليحة؟ قالوا لي ده مسلسل على القضية الفلسطينية، احنا هنبعت لك جزء من الورق اللي هتصور بعد بكرة. بعد بكرة ابعتوا الورق. بعتوا لي الورق، فابتديت اقرا كلام جميل واحداث وكده، فتشديت جدا. اول ما رحت وقابلت الاستاذ عمرو وابتدى يكلمني عن المسلسل يعني بشكل عام، انا حصل لي حاجه كده من الارتياح النفسي. يعني انا حسيت كده ان انا ايه داخل اخد حمام نفسي، يعني حاجه نفسي فيها من زمان، حاجه عايز اعملها من زمان، برغم كل الادوار اللي الواحد بيعملها، لكن بيبقى في دور كده بيأثر فيك نفسيا، بيحسسك ان انت ايه بتعملي ابديت كده زي ما الشباب بيقولوا. وابتديت اشتغل، وكان اول يوم بالنسبه لي في المسلسل هو كان اصعب يوم. اولا المكان كان صعب جدا الوصول اليه، لاننا كنا بنصور في منطقه طبعا بيتم فيها تصوير الاماكن العسكريه، هو مكان مش عسكري لكن هو يشبه العريش تماما. كنت فرحان جدا، اي مشاكل كانت بتواجهني انا ما يعني كنت بتنساها او بتغفل عنها، كنت فرحان جدا جدا بالدور برغم صعوبة اليوم الاول، لان كان اصعب مشهد في المسلسل بالنسبة لي. ما تقولش مشهد اللي هو ذبح ال هو ده. ده كان اول يوم. ده كان اول يوم بالنسبة لي. طب اعمله ازاي؟ هتحمله ازاي؟ انا يعني انا بحكي، انا شايفه دموعك وانت بتتكلم قد كده. لا طبعا، اصل احنا عشنا الكلام ده كله وشفناه، فلما تكون جزء منه بتجسده وشايفه قدام عينيك صعب جدا. صعب جدا ان اب يشوف ابنه بيتذبح قدامه. لا لا، وبعدين المفروض ان انا بمثل ده بقى، يعني انت نسيت انك بتمثل. لا خالص. انا تفعلت جدا برغم ان المشهد كان فيه ضرب نار وعنف وعربات الارهابيين داخلين وممثلين ومقاومه وناس بتضرب ناس، مشهد كان عنيف جدا. وده كان اول يوم. انا للاسف مضطرين ان احنا نعيده على حضرتك مره تانية، هنشوفه ونفكر نفسنا بيه. في مشاهد لازم انها ما تتنسيش ولا تتمحي من الذاكره ابدا. عنف هذه الجماعات الارهابيه اللي كبدتنا دم وشهداء واستقرارنا لفتره، لكن الحمد لله ازاي دفعنا ثمن ده من ارواح ولادنا، ويعني الحمد لله لما نعم بالسلام دلوقتي لازم نفتكرهم. طبعا مع بطوله قبائل سينا مع الجيش المصري. خلينا نتابع ونفتكر المشهد ده مره تانية مع حضراتكم. أنا جاي عشان خاطر عيون الشيخ سالم الخاين عدو الدين، وحط يده بيد الطواغيط. أنا بعرفكم، الناس هدول شايفين حالهم يملكوا مفاتيح الجنة. اللي بتسووه هذا يا ولد ما في منه رجع. حذرناكم من قبل، إحنا صوت الحق. والله ما هو صوت الحق، هذا صوت الباطل، وحينتهي حينتهي
لا يصح إلا الصحيح. ما تكتر في الكلام يا شيخ سالم، انزلوا على ركبكم انزلوا. لو جربت من أبوي هقطع لك يدك. ما تخافيش صعب صعب. ايه اللي بيدور في ذهنك في المشهد ده؟ أثناء التحضير للمشهد أنا طبعا شايف فيه تمرين وتدريبات وكده على العنف والضرب والأشياء دي. أنا اللي في ذهني أنا يعني حساء باللحظة دي إزاي، أنا همثلها إزاي، يعني أنا هعرف أعملها إزاي.